اكمل يا مس. قولي يا مس، قولي انت داخله مرتين. لا انا داخله مره واحده. موبايل واحد يعني، من اكونت واحد. ايوه انا داخله من موبايل واحد، بس انا برضه ظاهر لي ده داخله مرتين، ما اعرفش انا داخله مره واحده. داخله مرتين. ايوه طب هخرج واصل تاني. السلام لا عليكم. خلاص مش مشكلة، مفيش مشكلة خلاص عادي، يلا كملي. طب طيب the climate change and unstable for a population of one group of yeah سبيشي species. يعني انا مش فاهمه هو عايز هو بيقول لو الكلايمت، لو التغير في الكلايمت او في الـ او في الـ في الطقس يعني، change التغير في الطقس is unsuitable، غير مناسب، افتحني، is unsuitable for a population، مش مناسب لنوع من انواع الايه، الحيوانات، ايه اللي هيحصل؟ ثانية. ما أنا ممكن أقولها لحضرتك بالعربي؟ ماشي بالعربي بعد كده بالانجلش، قولي. الحيوانات هتمشي ما هتموت. تمام، يبقى ال number of population increase ولا decrease؟ لا decrease. decrease، يبقى ال number of population will decrease. يلا يا سامعة. تمام. نمبر 2 يا سام. What happened the sea water become warm? تمام، The microorganism will be affected. صح. will move away to a cooler water. طيب والفيش اللي بتتغذى عليها يحصل لها ايه؟ والفيش اللي بتاكل المايكرو برضو اورجانيزم will move، برضو هتروح مكان تاني. بالظبط، يبقى المايكرو اورجانيزم will move to another cooler water and also the fish that feed on the micro organism move to a cooler water. طيب يلا هنا بيقول study the following figure، بص على الصور دي، then put true or false، بعد كده احط صح او غلط. عندي هنا دي figure A ودي B ودي C، بيقول لي all living organisms in figure A and B can make their own food by photosynthesis process. دي صح ولا غلط يا لارا؟ All living organisms that trigger A and B make the process. لا غلط يا مس. غلط، فولز طبعا، فيهم كونسيومرز كتير. يلا يا سام، يا سامع. تمام. Some marine organisms are present in figure B. False. فولز، مفيش مارين، مارين يعني مائية، مارين اورجانيزم يعني الاورجانيزم اللي بتعيش في الوطن. طيب 3 Okay, top predators are found only poles. فولس، بيقول top predators are found only in figure A. top predator يعني ايه يا لورا؟ التوب بريديتور اللي هم اللي هما بيبقوا أعلى اللي حاجة هم في food chain، ايوه اعلى حاجة في الفود تشين. تمام، موجودين في A صح؟ غلط ليه؟ بتقولي غلط ليه؟ عشان عندي اللاين ده بيبقى هو التوب بريديتور، هو اللي بياكل الزيبرز والجيراف والديل. في حد بياكل الاسد او في حد بيهاجمه يعني؟ في حيوان متعود ياكل الاسد؟ لا، فلان الاسد ده هو التوب بريديتور. طيب الشارك، سمعتي يعني عن حد اكل الشارك؟ يعني برضو الشارك هي التوب بريديتور في اي فود تشين في المارين، هتلاقي الشارك هي التوب بريديتور. طب والهوك برضو هو التوب بريديتور في الفود تشين بتاعته. يبقى هو بيقول لك التوب بريديتور فاوند اونلي ان فيجر اي، دي ترو. تمام يا لارا. مش ترو ناس. طيب تمام، يلا يا سما. مش كمان هتبقى في بي، علشان الغزالة برضو بتقدر تاكل الماوس والجراس ماشي بس، والراب. تمام، بس دول مش توب بريديتور. يعني ايه مش توب بريديتور؟ يعني الدير دي ممكن حد ياكلها، ممكن اللاين يجي ياكل الماوس ده، ممكن حد ياكله، الهوك ده ممكن ياكل الماوس. طب الرابت ممكن حد ياكله، الهوك برضو ممكن ياكل الرابت.
فدول ممكن يكونوا ايه، لا دول مفيش بريديتور ولا واحد فيهم بريديتور، كلهم دول برايمري كونسيومر، يعني بياكلوا جراس بياكلوا بلانت بس، فكلهم برايمري كونسيومر مفيش حد فيهم بريديتور، لكن التوب بريديتور هنا. تمام سامع. يلا يا سما نمبر 4. all animal in figure A can find a prey in figure B except the shark. True. يعني هنا كل انيمال في فيجر A يقدر ياكل انيمال تاني موجود في فيجر B، يعني اللاين هنا ممكن ياكل الدير، والهوك ممكن ياكل الماوس او الرابت، طب الشارك هياكل حد من هنا؟ لا الشارك ملوش هنا براي ياكلهم، فا all animals in figure A can find the prey in figure B. اه دي صح except الشارك، او دي true. طيب 5 يا لورا. اوكي مس 2 فورم كود تشين و هاف تو ري ارينج ذا بروفايز فيجر از فولوز. مش فاهمه. يعني لو احنا عايزين نعمل فود تشين من الصور دي، الصور اللي فيها ليفينج اورجانيزمز مختلفة دي، عايزين نعمل منهم فود تشين، تمام؟ هنرتب الفيجرز دي ازاي؟ هو مرتبها لك فيجر سي اول حاجة، فيجر بي بعديها، فيجر اي بعديها، دي صح ولا غلط؟ صح. صح، لان انا عندي فيجر سي دي فيها بروديوسر بس، تمام، فيجر بي دي فيها برايمر كونسيومر بياكل لي البروديوسر، طيب فيجر اي فيها التوب بريديتور بياكلوا لي مين؟ بياكلوا لي فيجر بي، فممكن اعمل فود تشين منها فعلا. طيب دي بقى بيقول لي ايه؟ study the following two diagrams then both true or false. طيب ده diagram وده diagram، ده هنا بادئ فيه مايكرو اورجانيزمز سمول فيش، بعد كده سي بيرد، ده نمبر ده ايه؟ طب diagram B بيقول لي algae، بعد كده small fish، بعد كده sea birds و shark، ده diagram B. تمام يلا يا مين بعد الدور، لارا ولا سما؟ أنا زم يلا يا سما. بوز ديجرام A and B showed two food web true. تقولي true؟ طب دي food web ولا food chain؟ دي food chain. اه فود تشين، يبقى A دي فود تشين وبي فود تشين، يبقى دي فولس دي مش فود ويب. معايا لارا؟ أويمس تمام يلا نمبر 2. in the gram be pose a sea bird and shore or secondary consumer fall. فولس، ليه فولس يا لارا؟ وبيقولك عشان دايجرام بي عشان يمس الشارك أصلا مش secondary consumer الشارك تريتشي. ماشي، ما هي مش قاعدة، ما بس هو هنا، هو هي هنا، أنا عندي الألجي دي هي البروديوس، بعدين سمول فيش ده برايمري كونسيومر، لو جه الشارك أكل سمول فيش مش هيبقى هو سكندري كونسيومر؟ سكندري كونسيومر، طيب هيبقى سكند، يبقى هو سكندري كونسيومر صح، يبقى أنا ما يبقى عندي السي بيرد والشارك هنا سكندري كونسيومر. أه ممكن في فود ويبس، انا مثلا ما شفتش الخريطة، ما شفتش الفود ويب قصدي. ما أنتي بتحلي على أساس إيه؟ لا يعني انا كنت مصغرة الشاشة فبحل على اساس الجمل يعني. اه تمام. طيب يبقى دي ايه، يبقى نمبر 2 ترو. طيب نمبر 3 And ده جرام لا سم ايه؟ لا سامع. if small and gram a if small fish are moved the seabird are negatively affected. في الدياجرام A ال small fish لو مشيت يعني ال seabird تتأثر. أيوة true. اي ترو صح. طيب يلا نمبر 4 يا لارا. Okay, number four, there are a food relationship between seabird and shark. Where each of can eat the another through. اه غلط، الشارك عندي مش بتاكل السي بيردز، فالاتنين مع بعض مفيش ما بينهم ريليشن، يبقى الشارك بتاكل فيش من ال
من السي، وبرضه السي بيرد بياكل فيش من السي، لكن هما الاثنين مفيش ريليشن ما بينهم. فنمبر 4 دي هتبقى ايه؟ هتبقى فولس. طيب نمبر 5 يا سما. in the country if shark are removed the seabird population may be decreased الشارك لا فولس فولس، العكس هيحصل. انا عندي السي بيرد والشارك الاثنين بياكلوا السمول فيش. طب لو انا شلت الشارك من هنا، يعني بس السي بيرد هي اللي هتاكل السمول فيش، يبقى عدد السي بيرد هيزيد مش هيقل، فدي فولس. تمام. طيب لا هناخد برضو يعني ايه، مش هزود عليكم صفحتين بس هومورك، نحاول نحل الهومورك المرة دي يا لارا. ماشي لارا اوكي معايا؟ ايوه تمام، نحاول نحل الهومك وشد حيلكم يا ولاد في المذاكرة، وربنا يسهل لكم ان شاء الله. تمام احنا كده خلصنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم السلام.